الحمد لله فزت باللقب قبل كده، خسرت اللقب قبل كده، ما بفكرش في الموضوع كده. كل بطوله جايه بتبقى حاجه جديده وفرصه جديده وليها ظروفها، يعني كل مره هتبقى مختلفه، ما ينفعش اقارنها بحاجه فاتت. كل بطوله العالم في مصر دي حاجه حلوه تبسطني، ملهاش اي علاقه بحاجه فاتت. يعني لحد دلوقتي الحمد لله انا وطارق يعني اهو ماشيين، بنحاول ان احنا ندعم بعض على قد ما نقدر. طبعا كنا بنلعب نفس الرياضه، ده مسهل علينا حاجات كتير جدا، والضغوطات اللي موجوده في الحياه لما بتشاركها، لما بتقسمها على اتنين بيبقى الموضوع اسهل شويه الى حد ما. في موقفين في الحقيقه، كانت الكره داون عليا او دبل عليا وانا ما قلتش الحقيقه، وكسبت الماتش بسبب الكره دي، هي الكره دي اللي كسبتني في الاخر. كنت بس بحكي فكره ان انت عادي ممكن تغلط، بس يعني هتتعامل بقى مع الغلط ده ازاي. يعني انا تاني يوم من شده احساسي بالذنب او من شده احساسي ان انا ما استحقش اكون هنا النهارده، ما عرفتش ادي احسن اداء عندي اللي يكسبني تاني يوم، فبالتالي خسرت. وكنت حاسه ان انا استحق ان انا اخسر، يعني ما خسرتش نفسي بالقصد، حاولت اكسب. بس طبعا يعني بقول ان ممكن تبقى احد الاسباب هي احساسي بالندم او بالذنب من الغلطه اللي انا عملتها. الاول كان الموضوع صعب، مش هضحك عليك، كان الموضوع صعب لان احنا كنا بنلعب مع بعض قليل جدا، مش بس انا ونور، لا انا ونور ونور ونوران وامنيه واسامي كتير جدا، يعني جت وهتيجي، بنلعب مع بعض كنا قليل في الاول. وبعدين شوية لما ابتدى الموضوع يزيد، ابتدى الموضوع يبقى ليه بهجة اصلا ان احنا اصلا واصلين النهائي مع بعض، لان دي مش حاجة كانت موجودة قبل كده. فده في حد ذاته نجاح كبير جدا ان اتنين مصريات يوصلوا النهائي. مع الوقت لما ابتدينا نلعب مع بعض اكتر، بقى الموضوع فيه لا تنافس بقى، يعني في الاول في الاخر هي لعبة فردية، فانت بتخش الملعب عايز تكسب، بس بره الملعب احنا اصحاب جدا، فبتبتدي تتعلم ازاي تفصل ما بين جوه الملعب وبره الملعب الى حد كبير. بس اهم حاجه ان احنا نحافظ على صداقتنا بره الملعب، دي اهم حاجه بالنسبه لي. بص، مش هخبي ان انا موسوسه، وفي حاجات بركز فيها قوي وبهتم ان هي يعني بتفائل بيها او بتشائم بيها، بحاول ان انا الغي الموضوع ده على قد ما اقدر. ففي اوقات بتغلب على الموضوع ده فعلا، يعني في ساعات بالغصب بعمل الحاجات اللي بتشائم بيها عشان اثبت لنفسي ان هي ملهاش اي علاقه باي حاجه، وفي اوقات لا ببقى حاسه ان بلاش اعمل كده عشان انا متفائله بالطريقه الثانيه اكتر. مثلا لا الصراحه مفيش، بس لو في مش هقول لك، يعني مش هعترف بالموضوع. انا في التمرين بتعصب، في الماتشات قليل قوي لما بتعصب. بس افتكر يعني اخر حاجه مثلا فاكراها السنه اللي فاتت في بطوله الصين، اتعصبت على حكم واتكلمت معاه بطريقه مش لطيفه يعني، وزعلت من نفسي طبعا واعتذرت له بعدها. ويعني لما بشوف لحد دلوقتي من جوايا ببقى بتمنى ان هو يكون مش فاكرها لي. يعني بص، ما بفتكرش قوي الحاجات دي عاده للاسف، مش عارفه ليه، بس اكيد في حاجات كوميديه كتير. يعني مره وانا صغيره خالص رحت فاينل بطوله البريتش جونيور اوبن من غير جزمتي مثلا، مره وانا بلعب وقعت وقعه مضحكه شويه في الملعب، بصيت بره لقيت زمايلي كلهم يعني واقعين على الارض من الضحك. تبقى حاجات كده قصيره يعني، بس ما فيش حاجه معينه فاكراها. يعني انا طبعي عاطفية شوية زين على اللزوم، بعيط كتير يعني مش هخبي عليك، وفي خسارات كتير علمت فيا وأثرت فيا جدا. يمكن أكتر اتنين بفتكرهم دايما فعلا زي ما انت قلت بتوع بطولة العالم، نهائي بطولة العالم، لأن هما كانوا شبه بعض جدا، يعني كان نفس الإحساس بالظبط بالنسبة لي. خروجي من الملعب، لحظة خروجي من الملعب بعد الماتش ده وبعد الماتش ده هو نفس الإحساس، كأنك يعني رجعتني لنفس اللحظة تاني. يعني ما بنساهمش، بس في نفس الوقت عارفه ان هم خلوني اقوى وخلوني احسن وتعلمت منهم حاجات كتير، فمش بتضايق من اللحظات دي خالص، بالعكس بعتبرهم دفعه ان انا ابقى احسن دايما. الصراحه
بصراحة يعني بحب أروح أمريكا مثلا عشان الدنيا هناك سهلة، الأكل أنت عارف هتاكل إيه، عارف الدنيا ماشية إزاي مثلا. إنما دولة مثلا زي الصين أنت رايح بتبقى عمال تفكر طب أنا هلاقي أكل في المكان الفلاني مش هلاقي أكل. بس كبلاد لا، في بلاد كتير قوي حلوة تتراح، ما يعني بره سكوش بقى يعني فسحة وكده، في بلاد كتير قوي يعني. لا ولا حاجة، الحمد لله الحمد لله. لو بتالي يعني هي إجابة ستريت قوي يعني محفوظة، لأن أنا فكرت فيها قريب. يعني لو ما كنتش بلعب سكواش بتالي كنت أحب إن أنا بلعب درامز. برا سكواش شايفة نفسي مميزة في إن أنا يعني دي مش ميزه يعني، بس انا بتريق على نفسي يعني ان انا عندي القدره ان انا اقعد وما اعملش حاجه خالص يعني. لو هاخد جايزه هاخد جايزه في الجيمز بتاعه الموبايل. معلوماتي صفر، ما هو ده اللي انا بقوله لك بقى، ان انا عندي قدره ان انا اقعد ما اعملش حاجه خالص. فانا يعني ما فيش قرايه، ما فيش تلفزيون يعني، فاهم؟ الحاجات دي مش موجوده للاسف.